مناخ مصر كان كل سنه مش زي اي سنه، يعني السنه اللي فاتت كان حاجه والسنه دي حاجه تانية. الجو مش عارف ازاي كل مره الجو بقى ساقع قوي الصراحه، بقى يعني غير الشتاء اللي فات خالص. الجو حلو بصراحه مش وحش. الشتاء غير جامد بصراحه عن كل سنه. يعني احنا احسن من غيرنا، احنا احسن من غيرنا كتير، بره تليج ونطر ورعد، لكن هنا احسن من غيرنا كتير برضه. والله انا في شبوره من الشتاء مش شايف. لا هو هايل بصراحه، يعني انا جاي من السعوديه فده بالنسبه لي كده عظمه. الجو متغير فعلا، يعني بقى له كذا سنه، السنه دي بالذات الجو بارد جدا. الناس كلها نازله يعني بطانيات وبتاع، يعني انا رابع واحد لابس بطانيه النهارده. السنه دي الجو طبعا الشتاء شديده شويه عن السنه اللي فاتت. أنا شايفة إن في التعليم لازم نغيرها، إن مصر جوها متنوع، أو نبتدي نحط لها المصطلحات المناسبة ليها. لكن دافئ ده الأولاد نفسها دلوقتي بقت مدركة ده، وبتحب قوي تعلق وتتريق على الكلمة دي. بنتأثر تملي بالمنخفضات والمرتفعات والكلام ده في الصيف وفي الشتاء. الجو مبلول مبلول جدا. الجو ممطر. خلينا نقول يعني قارس البرودة شتاء، قاسي صيفا. دي عوامل طبيعيه ما حدش يقدر يغيرها، هي دي فعلا مصر دافئه عن دول العالم كلها، يعني ادفى بلد في العالم هي مصر. درجات الحراره بقت عاليه جدا مخالف للسنين اللي فاتت، فيعني ما اعتقدش ان الكلام اللي في كتب هو اللي على ارض الواقع دلوقتي. يعني بارد شديد البروده ممطر، شديد البروده ممطر، هو ده الوضع. اللي شديد البروده شتاء وامطار، وفي الصيف الجو معتدل. المصريين طيبين بجد وناس لطيفة، يعني انتم شايفين كمية البرد، وخلاص هم بقوا معرفين انه زي ما قالوا شديد البرودة. وشفتوا على فكرة الناس اللي بتحط بطانية في الشارع دي بقت موجودة كتير، يعني بنشوفها كتير طول الوقت. طيب نرجع للجو، احنا تعودنا على المناهج التعليمية بتاعتنا اللي كانت بتقول يعني الجو في مصر حار صيفا، دافئ ممطر شتاء. فمش عارفة دافئ ممطر شتاء دي يا ترى هتفضل عايشة معانا، ولا دافئ ممطر شتاء دي ودعناها، يعني أو هنودعها، يعني الأجيال اللي جاية مش هتدرسها، هيدرسوا بقى بارد شديد البرودة. يعني أنا شفت مثلا الأرصاد منزلة النهاردة تلاقي مثلا بارد شديد البرودة صقيع، ما كناش بنشوف الكلام ده. خلينا بالعلم نشوف، طيب الأقمار الصناعية هتساعدنا بالعلم، يعني نقدر من بدري نعرف، وتساعدنا ازاي الحاجة كل الأدوات التكنولوجية والآب والحاجات دي هتساعدنا ازاي. معايا في التاسعة في ضيافتي دكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك. ومعايا أيضا دكتورة منال غانم عضو المركز الإعلامي لإدارة التنبؤات والإنذارات المبكرة بهيئة الأرصاد. يعني الإنذارات كلها عندك بالضبط. أكيد. طيب هنبدأ، أستأذنك هنبدأ بدكتورة منال. أولا كلمينا الطقس اللي احنا موجودين فيه، يعني انا لسه كنت بقرا النشره بتاعه هيئه الارصاد الجدول اللي نازل اللي هي بتقول بارد شديد البروده وصقيع. بالظبط. فما كناش بنشوف هذا الصقيع. لا احنا كنا بنشوفه في الاعوام الماضيه، بس هي زي ما احنا كنا بنتكلم قبل البدايه ان المده طولت معانا قوي. احنا دايما الصقيع ده خلينا نقول ان لما درجات الحراره بتنخفض خلال ساعات الليل لاقل من 5 درجات، انخفاض تمام. درجات الحراره ده هو اللي بيؤدي لتكون الصقيع على المزروعات. احنا شهدنا في الاعوام الماضيه تحديدا عام 2013 او عام 2015 درجات حراره منخفضه جدا، لكن هي يعني طول المده اللي احنا عايشينها في الطقس الشديد البروده والصقيع هي اللي احنا مش متعودين عليها دايما في جمهوريه مصر العربيه. احنا كنا بنشوف يوم اتنين موجه صقيع او موجه بارده بتنخفض فيها درجات الحراره بشكل ملحوظ، وبعد كده درجات الحراره بتعود للمعدلات الطبيعيه ليها. لكن موجه الصقيع هي بقى لنا حوالي 15 يوم تقريبا في مكملين، يعني احنا ان شاء الله بنبدا تحسن تدريجي كده في الاحوال الجويه، مع بدايه فبراير ان شاء الله تبدا درجات الحراره تدريجيا تعود للمعدلات اللي احنا بالظبط المعدلات اللي احنا متعودين عليها في فصل الشتاء طبعا وبدايه شهر فبراير. بدرجه الحراره عندي هنا على الابلكيشن دكتوره منار بتقول 11. تمام. يعني احنا دلوقتي 11 طبقا للمنطقه اللي احنا فيها، يعني هي رصده هنا بولاق او يعني منطقه ماسبيرو. طيب انا عايزه اسال الدكتور محمد ازاي
هقدر استفيد من التكنولوجي؟ يعني الاقمار الصناعيه تساعدني في ايه؟ في ان انا هل اقدر مثلا ارصد اقول مثلا دلوقتي هل اقدر اقول انه انا صيف مثلا 22 هيبقى عامل ازاي ولا ده مبكر؟ طبعا ده سؤال كلنا بنتساءله. وبدايه بس احب يعني اجيب يعني اسباب اللي بيحصل ده. دي بنقول عليها احداث مناخيه متطرفه. والاحداث المناخيه دي المتطرفه دي اسبابها هو التغير المناخ. تغير المناخ بيحدث نتيجة النشاط البشري. النشاط البشري منذ بداية الصناعة أو عصر الصناعة الإنسان بيولد طاقة، توليد الطاقة، استخدام المواد البترولية، المواصلات، البناء، الصناعة، كل ده ولد كافة الانبعاثات. الانبعاثات اللي هي عملت احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده عمل خلل في التوازن الحراري للكرة الأرضية. تمام. بدوره بدأت درجة الحرارة تعلى عن المعدلات الطبيعية. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في جلوبال أو درجة الحرارة على مستوى العالم زادت في حلول عام 2021 واحد درجة مئوية. ده مش معنى كده ان مصر زادت واحد درجة مئوية. لا أنا ده على العالم على المتوسط كله. طبعا. وبالتالي بعض المناطق هيحدث فيها اما ارتفاعات عالية قوي او انخفاضات اكتر من المعدلات الطبيعية. ده بدوره ادى الى الاحداث المناخية المتطرفة اللي بنعيشها سواء كان صيف شديد الحرارة او شتاء شديد البرودة. أدى بدوره أيضا للمشكلة اللي كلنا يعني قلقانين منها هي ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي اللي ده بينعكس على ارتفاع مستويات المياه في سطح البحر. والفضاء هنا كان دوره محوري لأن احنا ما قدرناش نرصد هذه التخيرات على مستوى العالم في إلا بوجود الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية موجودة على ارتفاعات عالية من الكرة الأرضية. القمر الصناعي بيلف حوالين الكرة الأرضية في حوالي 90 دقيقة فممكن يلف أكثر من مرة. وبالتالي بدأت أرصد بدقة التغيرات اللي بتحصل في كل مناطق العالم وبدأ نطلع نماذج رياضية ونقدر بها نتنبأ ب المستقبل او استشراق المستقبل هيكون التغير عامل ازاي. فالفضاء في حد ذاته ادانا الادوات المهمه لان فعلا لو احنا ماشيين في اللي هو زي ما احنا كده هوت هنتعرض بالفعل لتغيرات مناخيه كثيره متطرفة. عموما هو كلام حضرتك لازم ياخدنا برضو للمؤتمر المناخ اللي كان موجود في جلاسكو واللي كان فيه توصيات كثيره جدا للدول كمان الصناعيه وكان الاكثر تاثيرا هي القاره الافريقيه اللي واقع عليها التاثير. طيب وده هيخلينا برضو نقول هنا واحنا بنستخدم يعني التكنولوجيا وكده هل هنقدر بعد كده نحدد نقول والله هذه البقعه من الارض فيها مناطق صناعيه كثيره فهي ممكن تسبب يعني يبقى فيه أشياء لأنه يعني أكيد الأقمار الصناعية بتقدر ترصد لا. كمان التغير المناخي في أماكن كثيرة انبعاثات مثلا من مصانع من أجهزة من بالضبط. الأقمار الصناعية القمر الصناعي بيبقى فيه الحمل المفيد اللي بنقول عليها اللي هو بصورة بسيطة جدا التصوير. التصوير ده ممكن يبقى تصوير زي الصور العادية اللي بنشوفها أو تصوير طيفي. أي انبعاثات بيبقى لها بصمة طيفية فبتبقى باينة فبقدر أشوف الانبعاثات الخاصة بثاني أكسيد الكربون. أقدر أشوف بخار المية يعني أنا هنا أقدر أحدد الدول كمان أحدد الأماكن أو المناطق حتى أو في جوه البلد فين المناطق اللي فيها انبعاثات وتقدم توصيات فيها. احنا عندنا مؤتمر مناخ قادم باذن الله في شرم الشيخ ممكن 27. اعتقد انه هيبقى مهم جدا المؤتمر ده مهم جدا بالفعل. طيب. ومش بس كده يا فندم بقيس مستوى ارتفاع المياه في الاسطح وفي اسطح البحار والانهار. طيب دكتوره منار طبقا لهذا الكلام العلمي هل هتتغير بقى في المناهج التربيه والتعليم؟ يعني احنا كلنا درسنا اللي هو دافئ ممطر شتاء ده وحر
حر جاف صيفا بالزبط. يعني احنا ما بقاش حر جاف صيفا، بقى شديد الحراره رطب صيفا بالزبط. يعني هل هيتغير الكلام ده؟ اكيد طبعا. احنا طبعا دور الهيئه في تحديد وصف مناخ مصر بدانا نهتم بيه، بدانا نعمل دراسات ولجان لتغيير وصف المناخ لمصر اللي احنا متعودين عليه من قديم الازل، زي ما حضرتك ذكرتي حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. الوصف ده لازم اغير عوامل كتيره جدا فيه، لازم ابدا على دراسات عشان اقول في تغير مناخي، دراسات لسنين فاتت كتير، لازم اكتر من 50 سنة ابدا اعمل دراسات على العوامل الجويه المختلفه والتغيرات. عندنا المصر. عندنا خرائط اهي، خرائط اهي بتقول لأنه صور اقمار صناعيه بتوضح كانت الحاله الجويه اللي اتاثرنا بيها بالامس، والتوزيعات الضغطيه برضو اللي احنا طبعا شاهدنا بالامس ذروه انخفاضات درجات الحراره. طبعا عشان ادرس التغير المناخي ده واشوف حصل تغير مناخي ولا هو بالفعل حصل تغيرات مناخيه، احنا بدانا نشوفها في عنف الظواهر الجويه اللي بدات تاثر على جمهوريه مصر العربيه. احنا طبعا مش هننسى حاله مارس 2020 اللي سقطت فيها امطار بشكل غزير على جمهوريه مصر العربيه. طب يعني برضو اشرحي لنا دكتوره منار، احنا شايفين مصر اهي وحواليها، هل الالوان دي ده دخول مصر في يعني إطار جديد بقى، مدارات جديدة للمناخ؟ لا، هي دي بتوضح كمية السحب وكمية الأمطار اللي ممكن تسقط من السحب اللي موجودة معايا. صور أقمار صناعية دي بتوضح صورة للغلاف الجوي من فوق بتوضح لنا. إحنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا كان في حاجة اسمها عاصفة هبة الثلجية اللي ضربت لبنان وسوريا، والحقيقة هم عندهم عواصف ثلجية بالفعل، وأعتقد احنا تأثرنا بيها. احنا تأثرنا بامتداد الكتل الهوائية شديدة البرودة اللي تأثرت بيها البلاد الموجودة في حوض البحر المتوسط، أثرت على جمهورية مصر العربية بانخفاضات الشديدة في درجات الحرارة اللي بنلحظها بقالنا أكتر طبعا من أسبوعين، وكانت ذروتها بالأمس. فطبعا يعني دي درجات الحرارة اللي أنا قريتها قبل ما ندخل الهواء، وقريت كلمة صقيع وبارد، يعني أعتقد مثلا إحنا معتادين إن سينا مثلا، معتادين إن سينا بالذات المنطقة بتاعت سانت كاترين بتبقى برد، بس يبدو إن بقى فيها تلج. هي دايما سينا مرتفعات سانت كاترين بيبقى فيها ثلوج. بس يعني واضح يعني في حاجات سالب 3 شديد البرودة، صقيع يعني كلمة صقيع وشديد البرودة في أماكن كتيرة جدا. بالظبط، ده الطقس اللي احنا فيه. ما احنا بنقول احنا في ذروة انخفاضات درجات الحرارة، أبرد يوم في فصل الشتاء سجلناه بالأمس. فطبعا تكون الصقيع على المزروعات، وده طبعا نرجع لأن تكون الصقيع للفترة الطويلة دي للتغيرات المناخية، وزي ما كان دكتور بيقول يعني زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري اللي طبعا غير في التوزيعات الضغطية الموجودة في العالم كلها. طيب السؤال اللي هيبقى الناس قاعدة عايزة تسأله، بكره الجمعه الناس راح تصلي الجمعه وتخرج، يخرجوا ولا نفضل بالبطاطين ولا لا إيه؟ طبعا هنخرج ولا يخرجوا بالبطاطين. احنا بدانا نشعر بتحسن نسبي في الاحوال الجويه من اليوم، وان شاء الله متوقع خلال الايام القادمه يعني بكره في شمس يعني بالظبط يعني هنلاحظ زملائي زيادة. الحقيقه بيقولوا لي هنشوف الشمس بكره. لا ان شاء الله هنشوفها، هنلاحظ زياده لفترات سطوع اشعه الشمس باذن الله، هتبدا درجات الحراره بكره 17 بس في سحب بس طبعا في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس عن الامس. بس 17 دي طبعا 17 في المنطقه اللي احنا فيها يا جماعه المقاصه يعني مش بالضروره. المقاصه طبعا، لكن المحسوسه بتبدا نحسها اقل من كده، لان طبعا نسب الرطوبه المنخفضه اللي موجوده في الكتل الهوائيه وكمان نشاطات الرياح اللي بتبقى موجوده بتخلينا نحس بدرجات حراره اقل من الدرجات اللي احنا متوقعينها. فطبعا احنا متوقعين غدا تكون 16 مثلا على القاهرة الكبرى مع انخفاض نسب الرطوبة، ممكن نحسها اقل بدرجتين لثلاث درجات، نحسها 14 يعني 13 يعني جاكيت وبطانية وتمشي لكن الحال. طبعا تحسن عن الموجة اللي احنا شهدناها بالامس، تحسن عن النهاردة بالزبط. طيب يعني ارجع تاني لحضرتك دكتور، برضو عايزة اعرف دلوقتي انا مثلا لو في حد كده من مواطنينا محترمين اللي بيزرع واللي بيعمل، فيجي يقول لك ايه والله ايه الزرعه اتاثرت، الزرعه مثلا يعني ده شيء طبيعي، يعني حتى انت لو عندك شويه نباتات في البيت حطيتها زينه تحس ان البرد بيأثر عليه. طيب المناطق الزراعيه او المناطق اللي احنا الناس بتزرعها، هل هذه نقدر نستفيد بقى من التكنولوجيا نقول انه هيبقى فيه مثلا تاثير فيعمل مثلا صوب او يحميها ازاي، او ازاي اقدر استفيد وافيد؟ بالظبط، يعني ده بالظبط دور التكامل بين المؤسسات ودور تكنولوجيا الفضاء. احنا من خلال الاقمار الصناعيه بنقدر نحدد او نتنبأ بايه الاماكن اللي ممكن تكون يحصل فيها تغيرات مناخيه متطرفه او تكون عرضه لفيضانات او لجفاف، وبالتالي نقدر نستفيد من هذه البيانات
في ان انا احط خطه طويله المدى للمزارع او للاقتصاد عموما، ايه الاماكن اللي هي ممكن تبقى خطر وايه الاماكن اللي هي ممكن تكون التغيرات فيها اقل ما يمكن. فهو الموضوع محتاج يعني تكاتف المؤسسات، محتاج معلومات. واحنا في الحقيقه في وكاله الفضاء احنا مختصين اكثر بالجانب التكنولوجي، بمعنى ان احنا لازم نسمع للجهات ذات الصله زي وزاره الزراعه زي وزاره البيئه، ايه البيانات اللي انتم عايزينها مفيده ليكم. وفي الحقيقه في تواصل دائم، وده من خلاله حددنا مهمات لاقمار صناعيه بالفعل احنا حاليا قائمين على تنفيذها استعدادا لاطلاقها ان شاء الله خلال العام القادم. يعني اعتقد انه لازم يبقى فيه تعاون وتكامل ما بين وزاره بالفعل. البيئه وزاره الزراعه بالفعل. وطبعا مع الشكل التكنولوجي ده، بحيث ان احنا يبقى عارفين ان المناطق دي يا اما الجو فيها بارد يا اما الجو فيها حار. ففي اي وقت ممكن تبقى مناسبه للبيئه الزراعيه قد ايه يعني. ده اكيد. الحقيقه الحديث معاكم جميل، انا بتمنى بكره ان شاء الله طقس كده شويه ادفى شويه من النهارده. بشكر حضرتك جدا. شكرا يا يعني بشكرك دكتور محمد عراقي نائب رئيس تنفيذي لوكاله الفضاء المصريه. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لاداره التنبؤات والانذارات المبكره بهيئه الارصاد، بشكرك شكرا جزيلا. والعهده عليكي بكره احسن من النهارده. بكره احسن من النهارده. الناس تقدر شويه يعني يخرجوا كده ويقضوا الجمعه، واللي عايز يصلي فيش مانع البطانيه تبقى موجوده برضو يعني لاي سبب يعني. فاصل قصير بعد الفاصل. انا عارفه انه يعني يوم الاربع كان غريب يعني، بداناه بامطار واجواء كانت يعني شديده البروده، ولكن ختام اليوم كان مع منتخب مصر اللي اسعدنا الحقيقه بالتاهل لدور الثمانيه. والنهارده هنعمل استوديو تحليلي، بس استوديو تحليلي هيبقى مختلف شويه. استوديو تحليلي مش مع كابتن ولا كروي ولا حد من المنتخب ولا من الوسط الرياضي، بل من الوسط الفني. الفنان هشام اسماعيل هيكون موجود معايا، هو اللي هيعمل استوديو تحليلي لأول مرة في التاسعة. كروي فني جدا، أرجوكم خليكم معانا، هتشوفوا الكورة بشكل جديد في التاسعة الليلة بعد قليل.